القديسة العذراء مريم والدة الإله. بالرغم من أن الكتاب المقدس اتكلم عنها بإيجاز إلى حد ما، إلا أن المصادر التاريخية بتأكد لنا دورها الفعال في تاريخ الكنيسة، وبشكل منتظم بتظهر لعامة الناس وتقدم لهم رسائل الرجاء والتعضيد والإيمان. لكن البعض اتعامل بسطحية مع الظهورات وادعوا انها بتظهر في شكل سحابة او حمام بيطير بالليل، او انها ظهرت في مكان ما وبتتنبأ عن عذاب جاي في المستقبل، وبينشروا الكلام ده على صفحات الانترنت. ككنيسة كاثوليكية بنؤمن ان الله يقدر يكلم شعبه من خلال الظهورات والرؤى، وبالتالي فكرة ان امنا العذراء مريم بتظهر وتكلم الناس مش بتتناقض مع ايمان الكنيسة. لكن المثير للجدل هو تحديد ماهية الظهور، اذا كان حقيقي او لا، ازاي الكنيسة بتتعامل مع المواقف دي، وازاي كمان المؤمنين بيتعاملوا معها. ادعاء ناس كتيرة ان العذراء مريم ظهرت ليهم ما بقتش ظاهرة نادرة في تاريخ الكنيسة. فطبقا للمعهد المريمي الدولي في جامعة دايتون الامريكية، في 386 حالة من الرؤى والظهورات من مختلف دول العالم اتعرضت على الكنيسة في اخر 120 سنة. لكن نقدر نقول بوضوح، مش معنى ان شخص ما ادعى انه شاف او سمع العذراء مريم ان بالضرورة يكون الظهور ده صحيح. وزي ما الكنيسة بتأمل في صلاح الناس وصدقهم، لكن لازم تقوم بدورها وواجبها في فحص الادعاءات دي. في سنة 1978 مجمع العقيدة والإيمان أصدر وثيقة عن العملية الرسمية لتقييم الظهورات والتأكد من الادعاءات دي إذا كانت صحيحة. في البداية الأسقف المحلي بيتبع ثلاث خطوات: أولا تحري الحقائق، ثانيا مراقبة الممارسات التعبدية، ثالثا إصدار الأحكام على الظهور. في الخطوة الأولى تحري الحقائق، بيبدأ الأسقف المحلي بتحديد إذا كان على الأقل في احتمالية حدوث شيء معجزي، وبيتم إخضاع شهود العيان لمجموعة مقابلات وزيارة للمكان وبيتسألوا عن اللي حصل. لو اتضح أن مفيش أي حاجة معجزية حصلت، بيقف التحقيق الكنسي عند النقطة دي. ولأن كتير من الأمور بتعتمد على مصداقية الشهود، فلازم الأسقف المحلي يتأكد من أن الشهود اللي ادعوا مشاهدتهم للظهور بيمتازوا بالصحة العقلية والأمانة والصدق، ومشهود ليهم بسلوك مستقيم، وكمان لازم يكونوا في الشركة الكنسية ممارسين للأسرار وخاضعين للكنيسة. فلو تقييم الحدث المعجزي والشهود اتضح أنهم موثوق فيهم، بيبدأ فحص محتوى الرؤية أو الظهور نفسه. هل رسالة الظهور تعتبر صحيحة من الناحية اللاهوتية؟ هل ما فيهاش أخطاء؟ لو كانت بتتعارض مع الوحي أو الإيمان المسلم للكنيسة، فبالتالي مش ممكن أبدا تكون من عند ربنا. كمان لازم يكون الظهور أو الرؤية دي نتج عنها ثمار روحية إيجابية. فلو حصل ظهور ونتج عنه أن الناس ما بقتش أكتر محبة وصلاح، فالظهور ده ما يستحقش الترويج ليه من الأساس. بالإضافة كمان لازم يكون خالي تماما من أي خطأ في سرد الأحداث أو خطأ في العقيدة، خالي تماما من أي دليل أن هدفه التربح المالي أو أي خطأ أخلاقي من جانب الشهود، وكمان خلوهم من أي اضطرابات نفسية. وقبل ما الكنيسة تكون منفتحة على أنها تاخد خطوة لقدام في الترويج لأي ظهور، لازم تتأكد تماما أن مفيش أي تفسير طبيعي للظاهرة. لو كل الأمور اللي قلنا عليها دي اتأكدنا من صحتها، وعلى الأقل مفيش سبب واضح يناقض الظهور، فنقدر نكمل عملية الفحص وندخل في المرحلة التانية، وفيها بتسمح الكنيسة بتجمعات المؤمنين والصلوات الجماعية في مكان الظهور بهدف تقييم تاني. الطريقة دي بتعتمد على مبدأ الانتظار والمراقبة، يعني نستنى ونشوف. إذا ما حصلش أي حاجة شيطانية أو مخالفة للإيمان، فالكنيسة لا بتشجع ولا بتحرم ممارسة العبادة في مكان الظهور، بتخلي الأمور تمشي بشكل طبيعي. فلو المؤمنين مش بيستفيدوا منها روحيا واختفت الصلوات، فكده بيكون مفيش سبب يخلينا نكمل التقييم او الفحص. ولو ابتدى يكون للظاهرة تأثير روحي سلبي وتسببت في مشاكل للكنيسة، بتتمنع الممارسات دي. لكن لو استمرت في الزيادة وتسببت في نمو وفضائل المؤمنين، فالارجح ان بيكون في حاجة ورا الظهور. من خلال مرحلة الملاحظة ومتابعة الظاهرة بين المؤمنين، الأسقف المحلي بيتشاور مع مجلس الأساقفة والكرسي الرسولي، واللي هيحددوا لو في عندنا أدلة كافية إننا ناخد قرار نكمل عملية فحص الظهور للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي إصدار الحكم. وهو إما أن يكون ظهور كاذب، أو أن الكنيسة بتسمح أن يتم الإعلان عنه بطريقة أوسع وأشمل، في البداية كتكريم محلي على مستوى المكان اللي ظهرت فيه، وبعدين للحج العام، وهو السماح لأفواج المؤمنين أن هم يروحوا المكان للصلاة، وفي النهاية للتكريم العام على مستوى كل الكنيسة، يعني بنى كنايس ومزارات وعمل أيقونات على اسم الظهور. لو الأدلة كافية، فالأسقف المحلي بيوافق أن يكون مسموح بالتكريم المحلي في مكان الظهور، ولو كانت الأدلة أكتر تأكيدا، فالكرسي الرسولي ممكن يسمح بالتكريم العام على مستوى أوسع. النهاردة في الكنيسة في 13 ظهور مسموح فيهم بالتكريم المحلي، وست ظهورات تم الموافقة عليهم للتكريم العام على مستوى الكنيسة، وهم جوادا لوبي، الأيقونة العجائبية، لاساليت، لورد، نوك، فاطمة.
دلوقتي في سؤال مهم جدا محتاجين نجاوب عليه، هل العذراء مريم بتظهر عشان تضيف شيء على الكتاب المقدس أو تدينا أوامر من السماء؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع للدستور العقائدي الوحي الإلهي من وثائق المجمع الفاتيكان الثاني عشان نقدر نعرف مفهوم الوحي في عالمنا النهاردة. بيقول إن التدبير المسيحي الذي هو العهد الجديد والنهائي لن يزول أبدا، ولن يرجى أي وحي جديد علني قبل الظهور المجيد لسيدنا يسوع المسيح. مفيش وحي جديد هيجي من السماء، الله كشف بالفعل اللي عايز يكشفه، عشان كده مفيش ظهور أو رسالة من السماء هتدينا وحي جديد أو تعليم جديد ما كانش موجود قبل كده في وديعة الإيمان. ومش معنى أن كل الأمور انكشفت لينا يكون بالضرورة أننا أدركنا كمال الوحي. فالتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بيضيف: ومع ذلك وإن أتى الوحي على تمامه فهو لم يتم الإفصاح الكامل عن مضمونه، فيبقى على الإيمان المسيحي أن يدرك عبر الأجيال وتدريجيا ما ينطوي عليه من فحوة. وبالطريقة دي بتسيب الكنيسة الباب مفتوح لإمكانية أن الله يستمر في أن يتكلم معانا بطريقة فائقة للطبيعة، عشان يكرر على أذهاننا ويفكرنا باللي تعلمناه قبل كده، ونقدر نفهم أي شيء مخفي عن عينينا أو كنا فاهمينه غلط. وعشان الظهورات دي سواء ظهور ملاك أو قديس مش ممكن أنها تضيف على وديعة الإيمان، فالكنيسة مش بتصنفها على أنها وحي جديد إلزامي لكل المؤمنين، لكن بتعتبرها وحي خاص. والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بيصرح أن الوحي الخاص ده مش من وديعة الإيمان ولا بيحسنه أو بيضيف عليه، لكن بيساعد أننا نعيش الإيمان بطريقة أعمق. فخلينا نسأل نفسنا، هل الظهور ده بيقدم لينا مريم اللي احنا نعرفها في الكتاب المقدس؟ لو لا من فضلك تجاهله تماما. إنما الظهور المريمي الحقيقي هو تذكير وكلمات تشجيع وتعضيد. الظهورات الصحيحة هدفها أنها تلهم المؤمنين أنهم يثقوا في الله وتكون حياتهم أكتر عطاء وينموا بعمق في التزامهم برسالة المسيح. فلو سافرت المزار كان فيه ظهور معين وصليت وليت نفسك مش بتتحرك روحيا، متلخبط او مش حاسس ان في حاجة مقدسة بالنسبة لك، ما تقلقش، انت مش فاقد اي حاجة من الوحي اللي اعلنه الله للانسان، وكمان انت مش تحت اي سلطة كنسية بتفرض عليك اي نوع من التكريم للظهور ده. لكن لو لقيت نفسك اقرب لربنا فيبقى الظهور حقق الغرض منه وتكريمك للظهور بقى بركة كبيرة. ختاما في تصريح لقداسة البابا فرانسيس عن الظهورات بيقول: الظهورات مش بتزود الإيمان لكن عن طريق الإنجيل والوحي والتقليد، وزي ما العذراء مريم بتشير لابنها يسوع لأن هو الشخصية الأهم، كمان هدف الظهورات إننا نوجه نظرنا ليسوع رأس الكنيسة ومخلصها.